في تجربة هي الأولى من نوعها بالمستشفيات العمومية، قام طاقم طبي بمصلحة طب العيون التابعة للمستشفى الجامعي عبد القادر حساني بسيدي بلعباس بإجراء عمليات جراحية باستعمال تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد الذي يهدف بالأساس للتكوين الجيد للأطباء. هذه تعتبر أول عملية في الجزائر في المستشفيات العمومية بالجهاز ثلاثي الأبعاد. هذا الجهاز عنده ديزافونتاج. الافونتاج الاول هي تكوين الاطباء لي ريزيدون، اطباء المتخصصين المناوبين في المستشفى. بهذا الجهاز نقدروا في نفس الوقت نعلموا ثلاثه ولا اربعه ولا خمس اطباء في نفس الوقت، فيما يساعد في لا فورماسيون دي ميدسان ريزيدون اون الجيري. كنا جيست لوبيراتور الا اللي يشوفوا لا شيرجي، سيتو لا شيرجي فيتريوريتيان، مي دوكا عندنا مع هذه لاباري 3 دي زعما تساهم في لا فورماسيون تاع لي ريزيدون. فضلا عن جانب التكوين، فان هذه التقنيه توفر للطبيب الجراح الوضع المريح اثناء العمل، كما تقلل من الخطر الذي تشكله الاضاءه على شبكيه عين المريض. C'est une chirurgie en 3D tête haute. تساعد كثيرا الجراح بقيام العمليات الجراحية، خصوصا العملية تدي الوقت مثل عملية الجراحة تاع شبكة العين. العملية الواحدة تدي ساعة. دي فوا البرنامج اليومي عندنا خمس عمليات، ست عمليات، تدينا ست سوايع، سبع سوايع. قدروا بهذا الجهاز نقصوا أشعة الضوء تاع الميكروسكوب لو فريمون لو ساي مينيمال مينيموم. سو كي دون فريمون ان افونتاج ماجور باش نيفيتو لا فوتو توكسيسيتي، خاطر الضوء عنده اون توكسيسيتي بور لا ريتين. وكمرحلة أولى تم استغلال التقنية لإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء من العين ومعالجة الشبكية، على أن يتم برمجة إجراء عمليات جراحية أخرى مستقبلاً.